طيب زي ما شفنا الطلاب اللي حضراتكم شفتوهم دول واللي طايرين واللي مش عارفين واللي تايهين، الا ان في طلاب زي دول وهنشوفهم مع بعض، وبتمنى ان ربنا يحمي البلد دي اكتر واكتر، ولما نشوف الطلبة دول نعرف ان فعلا فعلا في ناس قلبها حلو وعلاقتها بربنا حلوة على ارض البلد دي. مش كل اللي عليها وحش ومش كل اللي عليها حلو، بس في حاجة حلوة بنشوفها مع الولاد دول. نشوف الفيديو ده سوا. كتير فرق كتير. يا ربنا يبارك ولادنا ويحفظهم. الولاد اللي في السن ده خطر جدا لو ما توجهوش صح، ربنا يحميهم يا رب. سخر البعض من حفل وزير الخارجية أنتوني بلينكين في كييف، وأنه كان بيعزف على الجيتار، حتى حد علق أنه بيستعد لوظيفة تانية، ما حدش عارف يعني هيستعد ولا لا. البعض الآخر يرى أن توني بلينكين بيذهب إلى كييف ويكذب ويحكي حكايات خرافية عن الدعم الأمريكي لأوكرانيا وقدرتها على الاستمرار في المقاومة، مثلما كذبوا على الشعب الأمريكي عن الوضع في أفغانستان. على فكرة النهاردة 20 مايو آخر يوم لزيلينسكي في الرئاسة، هيكمل حسن سير وسلوك ولا هيكمل إيه، ولا القوانين هتبقى ماشية إزاي؟ يعني ده اللي هنعرفه الفترة اللي جاية.